السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا إقامة راهي قيد الإنشاء في بجاية، واللي يعني تبدو يعني عادية، نقدر نقول عادية، لأنه المهم هو أنه في يعني في الإضافة نتاع العروض السكنية في المدينة وفي الولاية وفي الوطن ككل، يعني الإقامات هذه مليح تعاون تمد إضافة للنسيج العمراني، رغم إحنا نطالب بتحسين في النمط العمراني في النسق. هذا هو إن شاء الله يكون تفكير في تحسين العروض من ناحية الكاليتي النوعية. والسلام عليكم.